اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسلة How to Learn English او ازاي تتعلم انجليزي. في الفيديو دوت هكلمكم عن حاجة من الحاجات المهمة اللي ممكن تعملوها لو انتوا عايزين تتعلموا انجليش او تتعلموا انجليزي كويس. الحاجة ديت ان انت تتعلم انجليش من الناس اللي هم النيتيف انجليش سبيكر او الناس اللي هم اصلا اللغة الاصلية بتاعتهم الانجليش. الموضوع ده طبعا هيبقى سهل لو انت مثلا عايش في بلد اللغة الأصلية هي اللغة الإنجليزية أو الإنجليش يعني، لكن بالنسبة للناس اللي مثلا عايشين في الدول العربية أو مثلا مفيش حد يتكلموا معاه، يعني حد نيتيف بيتكلم إنجليش يتكلموا معاه على طول، في الفيديو دوت هحاول على قد ما اقدر اقول لكم ازاي ان انتوا تتعلموا انجليش من النيتيف سبيكرز او الناس اللي هم اللغة بتاعتهم انجليش. طيب الموضوع دوت هنعمله ازاي؟ هنعمله عن طريق الفيديوهات الموجودة على الانترنت، وخصوصا طبعا اليوتيوب. اليوتيوب فيه عليه تشانلز كتيرة لناس نيتيف انجليش سبيكرز بيعلموا انجليش. وفي الفيديو دوت انا هوريكم بعض التشانلز اللي هي الخاصه بتعليم الانجليش من ناس نيتيف سبيكرز، والتشانلز ديت يعني انا بستفيد منها كتير جدا، وحابب ان انا يعني اوريكم التشانلز ديت وعشان خاطر لو عايزين تستفادوا. طيب اول تشانل من التشانلز اللي هقول لكم عليها الموجود على اليوتيوب، التشانل اللي هي اسمها جو ناتشورال انجلش وذ جابي. التشانلز ديت من التشانلز القويه، واللي بتعلمك هنا في التشانل ديت هي يعني حد من امريكا، وطبعا اللغه الاصليه بتاعتها الانجليش. عشان توصلوا للتشانلز ديت على اليوتيوب ممكن في السيرش بتاع اليوتيوب تكتب جو ناتشورال انجلش وذ جابي، او ممكن تكتب له بس جو ناتشورال انجلش او حتى من جوجل. التشانلز ديت مشهوره وطبعا ليهم ويب سايت، وكمان برضو بيقدموا كورسات بريميوم او كورسات بفلوس، وبرضو كمان ممكن تتابعهم على السوشيال ميديا مثلا على الفيسبوك او تويتر او اي سوشيال ميديا تانية. ولو جينا نزلنا تحت كده في التشانل ديت فطبعا هنلاقي دي كلها الفيديوهات الموجودة في التشانل، وكمان مثلا ممكن لو رحنا على التاب بتاع فيديوز دوت ودوسنا كليك كده، فزي ما شايفين كده ديت الفيديوهات الموجودة على التشانل. طبعا الفيديوهات كتيرة جدا، ولو نزلنا تحت كده كمان هنلاقي دي كلها فيديوهات، ولو نزلنا برضو تحت تاني كده برضو ديت كلها دي كلها فيديوهات. طبعا في حاجات يعني بقى لها مثلا سنة او اكتر، وكلها طبعا حاجات بتتكلم في توبكس او مواضيع مختلفة. ممكن برضو لو رحنا على البلاي ليست ديت او لو عايزين نشوف الفيديوهات ديت محطوطة جوه البلاي ليست ديت ممكن ندوس كليك كده، لقينا كده البلاي ليست ديت الموجوده او الفيديوهات اللي احنا شفناها من شويه محطوطه جوه البلاي ليست ديت. ممكن بقى تنزل تحت كده وتشوف البلاي ليست ديت او تشوف كل اللي هي القوائم اللي قدامك ديت. ممكن مثلا بقى تشوف على حسب الحاجه اللي انت عايز مثلا تتعلمها وتدخل جوه البلاي ليست ديت وتشوف الفيديوهات اللي انت عايز تسمعها. وفي نصيحه كده يعني عايز اقولها لكم، مثلا في بالنسبه للشانل ديت او اي شانل عموما، حاول مثلا لو دخلت على اي شانل على اليوتيوب فمثلا يعني في الغالب لو الشانل ديت بقى لها فتره فهيبقى في فيديوهات كتير، فيعني حاول ما تتوهش نفسك وتقعد تسمع الفيديوهات دي كلها او تتخض يعني تقول ايه الفيديوهات دي كلها. لا، ممكن مثلا تشترك في الشانل وتبتدي تتابع الفيديوهات اللي هي بتنزل كل شويه يعني. فمثلا على سبيل المثال مثلا سي مثلا انت دخلت على الشانل ديت وهتيجي مثلا على الزرار بتاع سبسكرايب او اللي هو اشتراك دوت، هتدوس كليك كده. ولو انت يعني مهتم ان انت تعرف اول لما اي فيديو جديد ينزل ممكن تيجي على الزرار بتاع النوتيفيكيشن دوت وتدوس كليك كده، وممكن تختار بقى النوتيفيكيشن اللي انت عايزها، يعني ممكن تقول له اول او بيرسوناليزد او تقول له نان لو انت يعني مش عايز يجي لك اي نوتيفيكيشن. فممكن لو انت يعني بعد ما تكون شفت بقى الشانل ديت والشانلز الثانيه اللي هقول لكم عليها، لو انت مثلا لقيت الشانل كويسه
فممكن تفعل النوتيفيكيشن كلها وتقول له اول زي كده مثلا، وتدوس كليك كده، معناها ان الشانل ديت اول لما فيديو جديد ينزل او اي مثلا فيديو تعمل له ابلود على الشانل ديت، فهيجي لك نوتيفيكيشن على اليوتيوب ابلكيشن بتاعك، او لو انت داخل من خلال البراوزر على الكمبيوتر بتاعك او جهاز اللابتوب. ومثلا لو انت عايز تشوف يعني احدث فيديوهات، عشان خاطر مثلا لو عايز تعمل ايفالويشن او تقييم للشانل ديت، فممكن تيجي على الزرار اللي هو او اللي هو الجزء بتاع الفيديوز دوت، وتدوس كليك كده. ومثلا هتبص مثلا فيديو زي كده، هتلاقي مثلا دوت الفيديو دوت مرفوع من 6 ايام بتاريخ طبعا تسجيل الفيديو اللي انا مسجله دلوقتي. مثلا فيديو زي كده دوت معمول له ابلود مثلا من اسبوع، دوت مثلا اسبوع، دوت اسبوعين. مثلا لو نزلت تحت كده هتلاقي مثلا فيديو زي كده اللي هو ده مثلا ده من 4 شهور، مثلا في فيديو تاني دوت من 5 شهور. فزي ما قلت لك حاول تعمل سبسكرايب او تعمل اشتراك لو انت يعني مهتم بالشانل ديت وعجبتك، وتبتدي تتابع الفيديوهات الجديدة اللي هي يعني كل ما ينزل فيديو جديد هيجي لك نوتيفيكيشن وتبتدي تسمع الفيديوهات ديت. او مثلا ممكن تشوف اللي هي احدث فيديوهات، يعني تبتدي تسمع الحاجات اللي هي الاحدث، مفيش داعي ان انت تبتدي تسمع الفيديوهات القديمة الا مثلا لو انت في مثلا وانت بتبص في الفيديوهات بتبص على التايتل بتاع الفيديوز، فمثلا لقيت فيديو بيتكلم عن مثلا موضوع او توبيك انت مهتم ان انت تسمعه، فممكن تسمع الفيديو دوت. ولو عايز تسمع الفيديوهات كلها طبعا براحتك، بس طبعا مش هيبقى عندك الوقت او يعني المجهود ان انت تقعد تسمع كل الفيديوهات الموجودة على كل تشانل. طيب التشانل التانية اللي انا برضو يعني بستفاد منها وبرشحها لكم ممكن تستفيدوا منها، اللي هي التشانل دي اسمها جينيفر اي اس ال، او اختصار لانجليش سكند لانجويج. انا بحط لكم التشانلز ديت بالترتيب اللي هو اللي انا شايفه من وجهة نظري كويس، او يعني حاسس ان انا بستفاد من التشانلز ديت بالترتيب اللي انا بحطه ده. التشانل ديت اللي هي بتاعت جينيفر اي اس ال ديت برضو يعني نفس الفكرة، برضو لو جيت على الفيديوز ديت ودوست كليك كده هتلاقي برضو دي كلها الفيديوز الموجودة جوه الشانل ديت، وبرضو في فيديوهات كتيرة جوه الشانل ديت. ولو جينا مثلا على البلاي ليست ديت ودوسنا كليك كده، فزي ما شايفين هنا ديت دي كلها عبارة عن بلاي ليست، او عبارة عن زي قوائم كده جواها الفيديوهات. ومثلا لو جيت هنا في دوست على السهم دوت او العلامة دي كده، فهيجيب لك البلاي ليست الثانيه، وممكن بقى تبتدي تقلب، هتدوس هنا كده وكده البلاي ليست ديت كلها خلصت، وممكن بقى تشوف كل يعني بلاي ليست من دولت وتشوف الحاجات اللي جواها. ونفس الفكره اللي انا قلت لكم عليها في الشانل اللي فاتت برضو ممكن تعمل سبسكرايب او تعمل اشتراك، هتدوس كليك على الزرار بتاع سبسكرايب، ولو انت يعني عايز يجي لك نوتيفيكيشن اول لما في فيديو جديد ينزل هتيجي هنا على الزرار دوت وتدوس كده، ممكن تختار اول لو انت عايز كل يجي لك كل النوتيفيكيشنز. وفي هنا فوق في الجزء اللي فوق دوت في عندك هنا ديت اللي هي الاكونتس بتاعت الشانل ديت على السوشيال ميديا التانية، برضو نفس الفكرة هنا على الشانل اللي هي وريتها لكم اول حاجة، في مثلا هنا اللينك دوت ده بتاع الويب سايت بتاع جو ناتشورال انجلش، ممكن تدوس بقى كليك على اللينك دوت وتشوف الويب سايت دوت فيه ايه. هنا برضو في الشانل ديت بتاعت جينيفر اي اس ال ديت في برضو ديت الاكونتس على ده الويب سايت اللي هو هنا دوت، وهنا ده الاكونت على تويتر، ودوت الاكونت على الفيسبوك، ودوت اكونت على انستجرام. ونفس الفكره برضو زي ما قلت لكم ممكن تبتدوا تسمعوا الفيديوهات اللي هي الجديده بعد ما تكونوا اشتركتوا في الشانل، ممكن وتكونوا فعلتوا اللي هو النوتيفيكيشن دوت لو انتوا عايزين، فهتعرف اول ما الفيديوهات الجديده تنزل وتبتدي تتابع. او مثلا لو عايز تشوف احدث فيديوهات او اخر فيديوهات هتيجي على اللي هي الفيديوز ديت، وهتشوف مثلا فيديو زي كده اللي هو الفيديو ده دوت مثلا معمول له ابلود من 4 ايام، في مثلا الفيديو دوت من اسبوع، ده من اسبوعين، 3 اسابيع، لو نزلت تحت كده مثلا دوت الفيديو اللي هنا ده من 3 شهور. وزي ما قلت لكم يعني حاولوا تركزوا في الفيديوهات الجديده، او لو مثلا في فيديو قديم وشايف ان الموضوع او التوبيك دوت انت عايز تسمعه فمفيش مشكله. التشانل اللي بعد كده هي تشانل اسمها سبيك انجلش وذ فانيسا، ممكن برضو تدخل على التشانل ديت تعمل سيرش على اليوتيوب، هتكتب اللي هو سبيك انجلش وذ فانيسا، وبرضو نفس الفكره هنا دي كلها فيديوهات، لو نزلت تحت كده هتلاقي دي كلها الفيديوهات الموجوده على التشانل.
او مثلا ممكن تيجي من فيديوز وتشوف الفيديوهات الموجوده على الشانل ديت، او مثلا ممكن تيجي على اللي هي البلاي ليست ديت وهتدوس كليك كده، دي كلها البلاي ليست الموجوده في الشانل. ممكن برضو تشوف بقى كل البلاي ليست ديت، او تبتدي تركز على الفيديوهات الجديده زي ما قلت لكم، او تعمل اشتراك، هتعمل سبسكرايب من هنا وتفعل جرس النوتيفيكيشن، ممكن تقول اول. وهنا برضو في لينك هنا في التشانل ديت ان انت ممكن تعمل داونلود لفري اي بوك او كتاب الكترونيك، يعني ممكن تعمل داونلود للكتاب دوت فور فري وتبتدي تتعلم. التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب برضو اللي هي ريتشلز انجلش، برضو نفس الفكرة، ممكن تعمل سيرش على اليوتيوب على ريتشلز انجلش، هتكتب هنا في الجزء بتاع السيرش دوت، وهنا التشانل ديت لو جيت على التاب بتاع فيديوز دوت ودوست كليك كده، دي هنا كده الفيديوز او الفيديوهات الموجوده جوه التشانل ديت. وبرضه زي ما انتم شايفين في مثلا فيديو زي كده دوت من 4 شهور، لو نزلت تحت شويه هتلاقي ده فيديو من 7 شهور، الفيديو اللي تحتيه دوت مثلا من 8 شهور، لو نزلنا تحت كده في فيديو مثلا من 11 شهر. وبرضه نفس الكلام لو انت عايز يعني تعمل سبسكرايب او اشتراك في التشانل ديت، هتيجي على الزرار دوت هتدوس كليك كده وهتفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا، تدوس كليك وتقول له اول. والاكونتس بتاعت تبع الشانل اللي هي بتاعت ريتشلز انجلش ديت، في هنا ليهم اكونت على الفيسبوك وعلى انستجرام. ومثلا لو عايزين نشوف البلاي ليست ممكن نيجي هنا وندوس كليك كده، زي ما انتم شايفين دي كلها بلاي ليست، ممكن تخشوا على اي بلاي ليست من دولت وتبتدوا تشوفوا الفيديوهات الموجوده جوه كل بلاي ليست. التشانل بتاعت ريتشلز انجلش هي بتركز اكتر على موضوع اللي هو البرونسيشن او ازاي تنطق بعض الكلمات الانجليش. ولو نزلنا تحت كده هنا في الجزء اللي هو بتاع البلاي ليست دوت، فدي كلها بلاي ليست ممكن لو عايزين تبصوا عليها. وفي حاجه عايز اقول لكم عليها، التشانلز اللي انا وريتها لكم لغايه دلوقتي دي كلها بتعلمك انجليش بالامريكان اكسنت، لان زي ما انتم عارفين طبعا الانجليش في كذا اكسنت، في الامريكان اكسنت، في اللي هو البريتش، في اللي هو الاستراليان، في حاجات كتير، بس طبعا اشهر تو اكسنتس اللي هو الامريكان والبريتش. فالتشانلز اللي انا وريتها لكم دي كلها امريكان اكسنت، ولسه هوريكم تشانلز تانيه بالبريتش اكسنت. طيب التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب برضو اللي هي انجلش فلوانسي جورني، برضو التشانل ديت بتعلمك انجلش بالامريكان اكسنت. ولو جينا نزلنا تحت في التشانل ديت فدي كلها الفيديوهات الموجوده جوه التشانل ديت، ولو جينا على الفيديوز فبرضو نفس الكلام، هنا دي كلها الفيديوهات الموجوده، وممكن نروح على البلاي ليست وندوس كليك كده، دي كلها البلاي ليست الموجوده جوه التشانل اللي هي انجلش فلوينسي جورني. وهنا دوت الجروب بتاعهم على الفيسبوك، وكمان ليهم حساب على انستجرام. ونفس الكلام انت عرفته بقى خلاص، ممكن لو انت يعني التشانل ديت عجباك ممكن تعمل اشتراك من هنا وتفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا وتقول له اول. التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب اللي هي لينجيو مارينا، لو نزلنا تحت هنا كده دي كلها الفيديوهات الموجوده على التشانل ديت، وهنا في الجزء اللي هو بتاع الفيديوز ديت كلها الفيديوهات الموجوده على التشانل ديت. وبرضه ممكن نروح على البلاي ليست وندوس كليك كده، دي كلها البلاي ليست الموجوده جوه التشانل اللي هي لينجيو مارينا، وبرضه ممكن تعمل اشتراك من هنا وتفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا، ولو عايز كل النوتيفيكيشن هتدوس كليك على اول. والاكونتس على السوشيال ميديا على الفيسبوك اللي هو هنا في الجزء دوت، الفيسبوك والانستجرام وتويتر. ونفس الكلام برضو ممكن تبتدي تسمعوا الفيديوهات الجديده. التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب اللي هي ليرن انجلش ويز انجلش كلاس 101.com، لو نزلنا برضو تحت هنلاقي دي كلها الفيديوهات الموجوده على التشانل ديت، وهننزل تحت كده دي كلها فيديوهات، وطبعا في فيديوهات من فتره وفي فيديوهات جديده. لو اتحركنا لفوق كده وجينا على الفيديوهات اللي هي في الاول خالص، فمثلا هتلاقي فيديو زي كده دوت بقاله اسبوع، ومثلا فيديو زي كده برضو بقاله اسبوع. ولو جينا على البلاي ليست ديت ودوسنا كليك كده، فديت البلاي ليست الموجوده جوه الشانل ديت، ممكن ننزل تحت كده
وتبتدوا تشوفوا التايتلز بتاع كل بلاي ليست، ولو عايزين تبصوا على الفيديوهات اللي فيها. ولو جينا اتحركنا هنا كده فوق، في هنا دوت الويب سايت بتاع اللي هي Learn English with English Class 101.com. الشانل ديت الميزة اللي فيها برضو ان هي فيها لايف ستريم، او بتبقى شغالة لايف، او الفيديوهات بتبقى ممكن تبقى لايف على مدار ال 24 ساعة. ولو جيت على الفيديو دوست كليك كده، فزي ما انتم شايفين كده الفيديو شغال. ومثلا لو انت فضلت فاتح الصفحة ديت او دخلت على اللايف بتاع الشانل ديت، فالفيديوهات بتفضل شغالة على طول. طبعا الفيديوهات بتبقى مختلفة او بتتكلم في توبكس مختلفة. التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب اللي هي انجليش لايك انيتيف، التشانل ديت بتعلمك انجليش بالبريتش اكسنت. كل التشانلز اللي فاتت اللي انا قلت لكم عليها ديت بتعلمك انجليش بالامريكان اكسنت، اما التشانل ديت فالاكسنت بالبريتش بس. طبعا ممكن تستفاد يعني مثلا في الحاجات اللي هي الخاصة بالجرامر او في الحاجات الخاصة بالانجليش عموما. اما بالنسبة لموضوع الاكسنت دوت، فديت يعني حاجة ترجع لك لو انت عايز تتعلم بالامريكان اكسنت او بالبريتش اكسنت، او يعني حاول ان انت تفوكس في الاول وانت بتتعلم على ان انت يعني تعرف تتكلم الاول، وبعد كده موضوع الاكسنت دوت تفكر فيه بعدين. طيب الشانل ديت لو جينا على فيديوز دوسنا كليك كده، فزي ما انتم شايفين دي كده الفيديوهات الموجوده جوه الشانل، وطبعا في فيديوهات موجوده بقى لها فتره وفي فيديوهات جديده. وزي ما قلت لكم ممكن مثلا تيجوا على الزرار بتاع سبسكرايب او اشتراك وتدوس كليك كده، وتفعل جرس النوتيفيكيشن لو انت مهتم ان انت تعرف ايه الفيديوهات الجديده اول لما تنزل، وتدوس كليك هنا كده، وممكن تختار مثلا اول. والاكونتس على السوشيال ميديا بتاعت الشانل ديت، في الاكونت بتاع الفيسبوك وتويتر وانستجرام. الشانل بعد كده على اليوتيوب اللي هي ام انجلش ديت، الشانل ديت برضو بريتش اكسنت. ولو جينا على فيديوز دوسنا كليك كده، فهتلاقوا الفيديوهات لو نزلنا تحت برضو هنلاقي في فيديوهات كتيره، في فيديوهات قديمه وفي فيديوهات جديده. وممكن لو اتحركنا هنا كده فوق وجينا على الزرار بتاع سبسكرايب، دوسنا كليك كده عشان نعمل اشتراك في التشانل، وممكن نفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا، ندوس كليك كده، وممكن نختار اول كده. والاكونتس برضو على السوشيال ميديا بتاعت التشانل ديت، على الفيسبوك اللي هو اللينك دوت، وانستجرام هنا، وهنا الاكونت على تويتر. وممكن تيجي برضو على البلاي ليست ديت وتدوس كليك كده، وزي ما انتم شايفين دي كلها البلاي ليست الموجوده بتاعت الشانل ديت. ممكن ننزل تحت كده، دي كلها بلاي ليست. وممكن برضو لو حابين تبصوا على الفيديوز الموجوده جوه كل بلاي ليست من دول. الشانل بعد كده على اليوتيوب اللي هي انجلو لينك، برضو ديت بريتش اكسنت. ولو نزلنا تحت هنا كده ديت الفيديوهات الموجوده، ولو جينا على الفيديوز هنا دوسنا كليك، فزي ما انتم شايفين دي كلها الفيديوهات الموجوده في الشانل ديت. لو نزلنا تحت دي كلها فيديوهات، طبعا في فيديوهات قديمه، في فيديوهات بقى لها مثلا زي الفيديو دوت ده مثلا بقى له 3 سنين. ولو اتحركنا كده فوق ممكن نيجي على الزرار بتاع سبسكرايب وندوس كليك كده، ونفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا، وممكن نختار اول كده. والاكونتس على السوشيال ميديا الخاصه بالشانل ديت، على الفيسبوك اللينك هنا في هنا في الحته ديت، والاكونت على تويتر اللي هو الخاص بالشانل اللي هي انجلو لينك. وزي ما قلت لكم الشانل ديت بتعلمك انجلش بالبريتش اكسنت. في التشانل اللي بعد كده على اليوتيوب اللي هي سيمبل انجلش فيديوز، التشانل ديت بتعلمك بالامريكان والبريتش اكسنت. ولو جينا على الفيديوز هنا دوسنا كليك كده، فزي ما انتم شايفين دي كده كلها فيديوهات. لو نزلنا تحت هنلاقي في برضو فيديوهات تانية، وفي فيديوهات طبعا بقى لها فتره، زي مثلا في الفيديو دوت مثلا من 8 شهور. لو نزلنا تحت كده شويه هنلاقي مثلا فيديو زي كده بقى له سنه. ولو اتحركنا هنا كده فوق وجينا على الزرار بتاع سبسكرايب او اشتراك، هندوس كليك كده، كده اشتركنا في الشانل، وهنفعل جرس النوتيفيكيشن من هنا، هندوس كليك كده، وهنختار اول. والاكونتس على السوشيال ميديا هنا بتاعت الشانل ديت اللي هي السيمبل انجلش فيديوز، في الاكونت على الفيسبوك والاكونت على تويتر.
ريتشانل بعد كده على اليوتيوب اللي هي البي بي سي ليرنينج انجلش. الشانل ديت طبعا يعني من اسمها اللي هو البي بي سي ديت بتعلمك انجلش بالبريتش اكسنت، وبرضه نفس الكلام لو نزلنا تحت هنلاقي ديت كلها اللي هي الفيديوهات والبلاي ليست الخاصه بالشانل ديت. وممكن نيجي على الفيديوز ندوس كليك، وزي ما انتم شايفين دي كلها فيديوهات لو نزلنا تحت، وطبعا نفس الكلام برضو في فيديوهات بقى لها فتره على الشانل ديت. ومثلا ممكن نيجي على البلاي ليست ديت وندوس كليك كده، وزي ما انتم شايفين دي كده البلاي ليست الموجوده جوه الشانل ديت. ممكن ننزل تحت ونشوف بقى البلاي ليست الموجوده، وممكن نتحرك كده هنا فوق، ولو عايزين نعمل اشتراك في الشانل هنيجي على الزرار بتاع سبسكرايب، انتوا عرفتوا خلاص، هندوس كليك كده. ولو عايزين تفعلوا جرس النوتيفيكيشن هتدوس كليك من هنا كده، وممكن تختار اول لو عايز تعرف اول لما اي فيديو جديد ينزل على الشانل ديت. والاكونتس بتاعت الشانل اللي هي الخاصه بالبي بي سي ليرنينج انجلش ديت على السوشيال ميديا موجوده هنا فوق، في هنا ده الاكونت على تويتر، وده الاكونت على فيسبوك، ودوت الاكونت على انستجرام. طيب انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، والشانلز اللي انا قلت لكم عليها ديت طبعا في شانلز تانية غيرها ممكن تتعلم منها انجليش، بس الشانلز ديت اللي انا قلت لكم عنها في الفيديو النهارده دي الشانلز اللي انا يعني جربتها وبستفيد منها. والفكره مش ان انت تسمع الشانلز اللي انا قلت لكم عليها ديت، انت ممكن تسمع اي شانل بس تبقى يعني زي ما قلت لكم تبقى الشانلز ديت او انت تتعلم من ناس نيتيف انجليش سبيكرز او ناس اللغه الاصليه بتاعتهم هي الانجليش. وانا كده خلصت زي ما قلت لكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب في الشانل بتاعتي على اليوتيوب من الزرار دوت بتاع سبسكرايب، هتدوسوا كليك على الزرار دوت. ولو عايزين تفعلوا جرس النوتيفيكيشن اللي هو الجرس دوت هتدوسوا كليك كده، وممكن تختار اول لو انت عايز تعرف اول لما اي فيديو جديد ينزل على الشانل بتاعتي على اليوتيوب، واستنوني في فيديو جديد.